بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة الاجتماعية للمؤتمر الطبي الدولي السادس للجمعية المصرية لآلام الحوض المزمنة للمرض. الجلسة الاجتماعية دايما كل سنة بنعزم أو بنستضيف أحد رموز المجتمع المصري. المفروض نظريا إن أنا أقدم ضيفنا، لكن عمليا مش هقدم الضيف، لأن ضيفنا عايش في وجدان وضمير وقلوب المصريين الأجيال 40-50 سنة فاتت. ما يتقدمش، مش هقدم ضيفنا لأنه اسمه من الأسماء اللي بترمز لمصر، زي أم كلثوم، عبد الوهاب، أحمد رامي، السنباطي، طه حسين، العقاد، الشيخ الشعراوي، البابا شنودة، شيخ الأزهر، زويل، كل دي وغيرهم، كل دي أسماء بترمز لمصر. فمش هقدم ضيفي، مش هقدم ضيفي لأن هو واحد من أشهر الناس الدبلوماسيين اللي طور الدبلوماسية المصرية المعاصرة وأضاف عليها من شخصيته ومن كاريزمته صفتين أنا شايفهم منهم مهمين قوي: الجرأة والكبرياء. دايما في المحافل الدولية وكان القضية المصرية العربية تحس في كلامه وفي تصوره وفي كلامه والمطاعات بالجرأة والكبرياء. الكبرياء بقى لعزة النفس والثقة بالنفس والأنفة والغرور، كل ده كان بيوصفنا بصراحة، ممثلنا بكبرياء. مش هقول ضيفي أي لقب، لأن هو علاقة مش هتدفعه الأرقام، يعني مش ممكن أقول الأستاذ أينشتاين ولا الأستاذ بيتهوفن ولا الأستاذ نجيب محفوظ. أنا بس هقول كلمة واحدة بس، ودي آخر كلمة في التقديم من غير ألقاب: يا عمرو موسى، قدامك أهلك وناسك وحبايبك، تواصل معاهم. اللي قدام سعادة دورك هم طبقة الكريم شانتيه على التورتة بتاعة المجتمع الطبي في مصر. فمن فضلك تواصل معاهم. جزء من النشاط الداخلي المصري.